مرحبا، اليوم راح نتكلم عن بلجن اسمه شيب بندر. يفيدنا هذا البلجن بأنه نعمل من الموديلات أشكال منحنية، سواء كانت الإحناء قوس أو قوسين. وهنا راح نتطرق لموضوع النوافذ. فلو كانت عندي غرفة أو صالة بقطر مثلا بقطر 3 أمتار، يعني بقطر 6 متر، وراح أعمل سمكة الجدار. ناخذ الأوفست، نعمل سمكة الجدار 0.2. فناخذ قطاع من هذه الدائرة، راح نعتبر أن هذا القطاع هو عبارة عن نافذة، اللي هو هذا. نرفع بوشبل أو إكسترود هنا 3 متر، وأيضا نرفع هذه مثلا متر، يعني 1، وناخذ كبي موف مع كبي مثلا 120 سنتي أو 1.2، ونعملها بوش بول لهنا ريفيرس. نشوف اللون أبيض. أوكي، إذا احنا تهمنا هذه الفتحة في الجدار اللي راح نعملها نافذة. أهم شيء في الموضوع حاليا يهمني أنه بدي أركب النافذة في السنتر أو في الآخر أو في المقدمة. فلو فرضت أني بدي أركبها في السنتر، فإذا لازم يلزمني خط في السنتر يكون هو يعني الليدر اللي يحدد لي كيف بدي أشتغل. كيف أخذ خط في السنتر؟ بنعمل أيضا اللي هو الأوفست. عفوا، أنا عندي اختصارات هنا. ناخذ الخط هذا، نعمل له اوفست مثلا 0.1، يعني 10 سنتي. اذا هذا الخط اللي يهمني، اللي راح اركب عليه سنتر النافذه. اخذ عنه كابي، نطلعه برا، ممكن ننزله لمستوى الزيرو. طيب حاليا لازم اعرف هذا المنحني كم طوله بالضبط، فبروح على الانفو واشوف انه الطول الخط هو عبارة عن 4.87، وحاطين هنا تقريبا يعني 4.87. ليش لازم اشوف طول الخط؟ الحين ارسم نافذة مستوية بدون انحناء، طبعا مستوية، لكن طولها بطول هذا المنحني، مشان لما أطبق عليها أمر الانحناء بتكون مطابقة للخط. فإذا راح أرسم الخط اللي هو 4.87 على شكل مستقيم. هنا لازم أحط هذه جروب أول شيء، أحسن مشان ما نعملها جروب. أيوة. إذا أرسم خط مستقيم عبارة عن 4.87، هذا الخط المستقيم اللي راح ارسم النافذة على طوله. ارتفاع 1.8 اللي هي ارتفاع النافذة اللي موجودة حاليا existing. راح نرسم نافذة بسيطة، هنا نحط 5 سنتي، واقسمها بالطول. اخذ هذه كوبي للاخر واعمل سلاش مثلا 6. اوكي، الحين نعمل السمكات. ممكن طبعا في عدة طرق لعمل السمكات، لكن هنا راح اعمل انا موف ب 2.5، يعني سنتيمين ونص، واعمل كبي بالعكس 5 سنتي، اكون حددت الاشكال الشاقولية. امحي الخطوط اللي ما لها لزوم، طبعا هذا نافذة غير متحركة ثابتة. حاليا المسطحات اللي في الوسط راح احطها جلاس مثلا. اوكي، فلو فرضت انه هذا جلاس في السنتر، اذا لازم انا اعمل السماكة للامام نفس السماكة بالخلف. فهنا راح احطها نقول مثلا 1، يعني 1 انج 2.5 سنتي،
وهنا 2.5 سنتي. فإذا صارت المساحة الزجاجية في السنتر. مباشرة بعمل هذه جروب اللي راح نطبق عليها أمر الانحناء. فبدي الحين خط يفيدني هو بالطول الموجود. والحين إذا لو تأكدت من طول هاي طبعا راح يطلع نفس الطول لأنه اعتمدنا على خط اللي هو 4.87. حاليا لازم أرسم الخط هذا من جديد. يفضل رسمه من السنتر أو وضعه في السنتر. فأنا راح مباشرة أرسمه من السنتر على طبعا ليش سويت أنا بلوك مشان الخط هذا، ليش سويت جروب عفوا مشان الخط ما يندمج مع الشكل هذا. فراح أسحب الخط للأسفل مشان أشوفه بس. إذا صار عندي جروب اللي هو النافذة، وعندي سنجل لاين، وعندي كيرف لاين. فإذا الجروب بالاعتماد على السنجل لاين راح نعمله كيرف. هنا يجي دور الشيب بندر. طبعا هذا الكيرف ممكن أخليه كذا أو ممكن أعمل له دوران، ما مشكلة يعني ما راح يتأثر، لكن بس تشوفون بشكل واضح. الحين هو زاوية 45. فإذا صار عندي جروب سنجل لاين كيرف. طيب ايش اسوي الحين؟ باشر على الجروب واضغط على الايكون. فاول سؤال يسالني اياه اختار السنجل اللي هو هذا، فاضغط كليك على السنجل. طبعا السنجل بيعطيني نهايات ستارت و اند، هذه بتفيدني بحالات ثانيه. اذا ضغطت جروب بعدين سنجل، الحين بروح اقول له حوليه مثل هذا الكيرف، اضغط كليك فيعطيني الدمي تبعه الواير فريم، بس اكبس انتر اكون حصلت على الكيرب للنافذة. فباخذها هنا واشيلها ارجعها على مكانها موف، احاول اخذها من السنتر. طبعا راح تكون عندي عملية دوران الحين. الحين كيف بدي احطها في النقطة هذه؟ اروح على الواير فريم هنا اضغط عليه مشان اشوف الخطوط واضغط هنا. كيف ادورها مشان تجي بنفس المكان؟ انا دورتها بزاوية 45، ممكن ارجعها 45، لكن اذا كانت الزاوية منسية او غير معلومة اضغط على دوران واحدد السنتر، بعدين اروح على النقطة الثانية اللي هي هذه اللي هي السنتر هذه، واروح بس اعمل حرك الماوس هنا على السنتر الثاني، ارجع على الشيد الموديل، نكون حصلنا على النافذة المنحنية. طيب حاليا لو كان في عندي نافذتين او عفوا نافذة على شكل انحنائين، يعني عندي قوسين متعكسات، خليني ارجع على نفس القوس هذا مثلا، ناخذ مثال. لو كان عندي هذا القوس الحين انا بدي اصغره شوية للنص، واخذ عنه كبي هنا، وهذه نسوي لها ايش يسمونه هذا فليب، او ممكن اسوي الفليب في السكيل عادي. ارجع ناخذ القوس احطه هنا. طبعا يفضل زين. حاليا لو عندي نافذة بقوسين طيب زين، لو عندي نافذة حاليا عبارة عن قوسين منحنيات، قوسين كيربين منحنيات بشكل متعاكس، يعني مثلا لو جينا على هذا الكيرب عملنا وهنا رجعنا على هنا، اريد اوصل ل راح ارسم جدار مقوس باتجاهين. هذا الجدار المقوس باتجاهين راح ناخذ عنه اوفست مثلا 0.1
وأيضا بالاتجاه الثاني بوينت 1 تيسير سماكته 20. راح ألغي هذا الخط مبدئيا، وحاليا بدي أرسم الجدار. فراح أعتبره إن راح أعتبر نافذة على طول الجدار كاملة، فأطلع هنا مثلا متر، عفوا أطلع هنا 1 متر، وأخذ عن هذه كبي أيضا أطلع مثلا 1.2، وهذه أعملها بالارتفاع. فإذا صار عندي فتحة في الجدار عبارة عن كيرفين متعاكسات. بدي أركب عليها هذا الشباك. طبعا هذا الشباك يعتبر شباك قصير بالاعتماد على الطول الكلي، فالأفضل أنه نجمعهم مع بعض. يعني نعمل عن هذا كبي مثلا. الحين أنا بعمل كبي لأني بس مشان أختصر وقت الفيديو. بدي الحين أتأكد من طول هذا الشباك، هل هو يشبه طول الكيرف اللي هو في السنتر؟ بعمل الكيرف وأشوفه. راح أخذ أختار هذول، أعمل أوفست للداخل 0.1 وأشوف كم الطول. أضغط على هذا وأروح على الانفو. لكن لاحظوا شغلة، لما ضغطت على الكيرف أجاني قسم واحد والقسم الثاني ما تأشر. ليش؟ لأنه خطين منفصلات. فأفضل أنه نختار الأول والثاني ونروح على extension ونعمل weld اللي هي هذه، يعني عملية اللحام بين الخطوط مشان يتحولون الخطين أو 10 أو 20 يتحولون لخط واحد. فضروري نعمل weld. نضغط عليها. فالحين لو ضغط على الخط اختاره كامل. طيب نشوف كم طول الخط. هنا اعطاني انه هو عبارة عن 9.73. اذن لازم يكون طول هذا طول الشباك كامل 9.73. الحين ايش راح اسوي؟ انا راح اعمل اكسبلود وارجع اعملهم جروب جديد احسن. فنتأكد من الطول، هل هو فعلا يشبه 9.73؟ لا، ناقص شوية، مو مشكلة طبعا، لكن أفضل احنا نشتغل في دقة. يعني راح أخذ خط الحين جديد أعمل 9.73. لاحظوا عندي فراغ بسيط هنا. الحين راح أسوي سكيل. طبعا هذا ما لازم يكون تشتغلون بهذه الطريقة، أنا أفترض أنه الراسمين من جديد يعني، لكن بس مشان سرعة الفيديو. إذا صار 9.73 طول النافذة اللي هي بنفس طول الكيرب هذا. راح أخذ كبي عن الكيرب ممكن أنزلها هنا شوية، وراح أخذ خط أيضا مستقيم هو عبارة عن، طبعا ممكن اخذه من السنتر ويفضل انه ناخذه من السنتر، بطول النافذة. ومهما كانت التعرجات ما مشكلة. اذا هذا الخط اخذه على طرف. افضل يكون الخطوط دائما اللي تشتغلون فيها في نفس المستوي. راح مثلا ننزل بوينت 1 وهذا ننزل فيه بوينت 1. طبعا مو ذات أهمية، لكن يفضل مشان الدقة. الحين الخطوط في نفس المستوي. نبدأ في عمل الكيرف للنافذة. نضغط على الموديل، نضغط على الشيب بندر، يطلب منا اختيار السنجل لاين، نختار السنجل لاين اللي هو بطول النافذة. بعدين يطلب منا اختيار الكيرف اللي هو الكيرف تو بند، يعني اللي بدنا نحني الشكل على اساسه. نضغط كليك. لاحظوا هنا ظهرت معي هاي الحركه. فبأسهم الكيبورد السفلي او السفلي هو بالذات، اذا كبسنا عليه اول ضغطه او ثاني ضغطه كذا. ليش عمل هاي الحركه؟ لانه هو ما تعرف الاند هنا والاند هنا والستارت والستارت، فعمليه الشيفتنج بينهم بتحل المشكله. نضغط انتر، نكون حصلنا على النافذة. نشيلها، نركبها
في مكانها. إذن هذا هو الشيب بندر، وهذه الإمكانيات البسيطة اللي ممكن يعملها، ويعمل إمكانيات معقدة أكثر طبعا حسب عدد الكيرفات اللي تشتغلوا فيها. ألقاكم على خير، مع السلامة.